Guten Morgen, meine liebe Schülerinnen und meine liebe Schüler. Wir beginnen in der Lektion 2. Wir haben heute die Nachbarn von Familie Weigel. Wir lesen einen Text im Titel Die Nachbarn von Familie Weigel. الأول هنقرأ التكست auf Deutsch وبعد كده هنترجمه إن شاء الله مع بعض. الأول نقرأ Deutsch بحيث إن إحنا نسمع الدويتش الأول وبعد كده هنترجمه مع بعض. Raphael Martens ist der Nachbar von Familie Weigel. Kommt aus Spanien und zwar aus Barcelona. Arbeitet schon 10 Jahre in Augsburg und spricht perfekt Deutsch. Was macht Herr Martens in Augsburg? Verkauft spanische Spezialitäten. Hat ein Restaurant im Zentrum. Es heißt Casa de Tapas. Herr Martens hat 2 Kinder, Fernando 15 und Carmen 12. Das Leben in Deutschland gefällt ihm recht gut. Aber seine Frau musste lieber in Spanien leben. نترجم بقى مع بعض التكست مع بعض. جملة جملة كده. رافائيل مارتنز is the Nachbar von Familie Weigel. هو جار للعائلة. العائلة اسمها Familie Weigel. Kommt aus Spanien und zwar aus Barcelona. هو جاي من أسبانيا وتحديدا من برشلونة. Arbeitet schon 10 Jahre in Augsburg und spricht perfekt Deutsch. هو شغال من حوالي أو بالفعل من 10 سنين في مدينة أوغسبورغ وبيتكلم ألماني كويس. Was macht Herr Martens in Augsburg? طب هو بيعمل إيه في أوغسبورغ؟ إيه الشغلانة اللي بيشتغلها في أوغسبورغ؟ verkauft spanische Spezialitäten. هو بيبيع وجبات أو طبخات أسبانية. يبقى هو بيعمل الطبخات دي وبيبيعها. هات أين ريستورانت إم سنتروم. هو عنده مطعم في الوسط المدينة. إس هايست وهو اسمه المطعم ده كازا دي تابس. ده اسم أسباني كازا دي تابس. يعني أنا ترجمت الاسم الأسباني ده من اللغة الأسبانية. هو مسمي الاسم المطعم باسم أسباني. كازا دي تابس ديت معناه اللي هي المقرمشات زي كده البقسماطات والمملحه وحاجات زي كده. هير مارتنز هات 2 كندر. عنده ولدين او ولد اثنين طفلين يعني. فرناندو 15 وند كارمن 12 طول العمر بتاعهم. داس ليبن ان دويتشلاند جيفيلت ايم غيشت جوت. الحياه في المانيا عجبته جدا. Aber seine Frau möchte lieber in Spanien leben. لكن زوجته حابه ان هي تعيش فين؟ في اسبانيا. نخش بقى على الحلها مع بعض. نمر 1 ريشتش اودا فالش. صح ولا غلط؟ ريشتش اودا فالش. هير مارتن نمر 1 هير مارتن فونت ان برشلونه. هو ساكن في برشلونه؟ ها؟ لا طبعا. هو ايه؟ هو جاي من برشلونة. فالش. تبقى فالش. إجابة خاطئة. نمرة 2 هير مارتنز فونت إن أوغسبورغ. هو طب هو ساكن في أوغسبورغ؟ ها؟ أيوة طبعا. يبقى الإجابة ريشتش. إجابة صحيحة. نمرة 3 هير مارتنز سبريش نور أين فينيش دويتش. هو بيتكلم شوية فينيش يعني قليلا شوية ألماني. طبعا احنا كنا بنشوف في القطعه ان هو بيتكلم هير مارتن سبريشت بيرفكت دويتش بيتكلم الماني كويس. يبقى هنا الاجابه فالش. نمرة 4 هير مارتن هات اين ريستورانت ام سنتروم فون اوغسبورغ. طبعا هو عنده مطعم في اوغسبورغ في السنتر او في مركز المدينه. الاجابه صحيحه ريشتش. نمرة 5 داس ريستورانت فون هير مارتنز هايست كازا دي تابس. المطعم بتاعه اسمه كازا دي تابس. الإجابة صحيحة ريشتش. نمرة 6 هات مارتنز هات 2 زهونة. هو عنده 2 أولاد. ها؟ لا هم ولد وبنت. كارمن دي بنوتة وفرناندو ولد. هير مارتنز ليبت جيرن إن دويتشلاند. هو ليبت يعني هو بيعيش. هو حابب إن هو يعيش. جيرن يعني حابب. بيحب إن هو يعيش في ألمانيا. الإجابة
صحيح ريشتش، لان هو الحياه داس ليفنج فيلت ايم ريشت جود، لو تفتكروا الجمله الحياه عجبته هو حابب فعلا ان هو يعيش. بعد كده هننتقل الى الاسئله المقليه اللي هو نجاوب على السؤال، نكتب الاجابه. نوم ايز فيست هير مارتنز، فيست هير مارتنز مين هو؟ فير يعني هو بالانجلش، فيست هير مارتنز الاجابه هير مارتنز. رافائيل مارتنز is the نخبار von familia fight، اللي هو جار ل familia fight. نمبر 5 اول ما نلاقي الفيرب، السؤال بيبدا بالفيرب اهو، كومت هير مارتنز اوس اسبانيان، هل هو جاي من المانيا؟ يا كومت اوس اسبانيان. نمبر 3 سبريشت هير مارتنز دويتش، بيتكلم الماني؟ ها يا اير سبريشت بيرفكت دويتش، هو بيتكلم الماني كويس. نمبر 4 Was macht Herr Martens in Deutschland? طب بيعمل ايه في المانيا؟ قاعد بيعمل ايه في المانيا؟ ايوه برافو، er verkauft spanische Spezialitäten، بيبيع طبخات اسبانيه. نمبر 5 Wie viele Kinder hat er؟ وكمان في سؤال معاه برضو، في heißen sie؟ هو كم عددهم واساميهم ايه؟ ها؟ er hat zwei Kinder، اثنين، Fernando und Carmen. نمبر 6 leben Nummer 6 lebt Herr Martens gern in Deutschland، هل هو حابب ان هو يعيش في المانيا؟ ها الاجابه يا er lebt in Deutschland، هو حابب المانيا، هو حابب المانيا، er lebt in Deutschland، er lebt in Deutschland. Nummer 7 Wo möchte seine Frau lieber? Wo möchte seine Frau lieber? أين تحب أن تعيش أو تفضل أن تعيش seine Frau يعني زوجته؟ Seine Frau möchte lieber in Spanien leben، يبقى عايزة حابة إن هي تعيش فين؟ حابة إن هي تعيش في أسبانيا. أشكركم، إن شاء الله بإذن الله نحاول ناخد الكلمات الجديدة الفوكاب الجديدة ورشاتس ونتدرب عليها ونحفظها كويس قوي، لأن برضو الكلمات دي بنحتاجها بعد كده إن شاء الله بإذن الله في أي تكست، مش لازم التكست يجي بالظبط، يعني نتدرب على الأسئلة وطريقة الأسئلة والسؤال بيجي إزاي والتكست بيجي إزاي والتعبيرات بتيجي إزاي، نستفيد من التكست بتاعنا. وشكرا جزيلا. أو فيدازين، كان معكم الكرم، أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.